حنا فرحانين وتنعتزوا بهذه المهرجانات اللي ولاو بهكا بكتله والناس اللي ولاو عندهم اهميه بالمهرجانات، وتنتمنوا من الله يبقى هذا الشيء مستمر ويكون وباش الاجيال يجيو ويشوفوا السينما المغربيه ديال الناس اللي سابقينهم باش يتمرسوا ويكون من جيل لجيل. احنا ديما تنعتزوا بالجمهور المغربي لان الجمهور المغربي هو باش نتشارجاو احنا كممثلين، وملي تيكون الحماس ديال الممثل بحال شكل الكره، الا ما عندك جمهور ما كاينه كره، اللعب تيكون بارد. حتى الجمهور المغربي تنعتزو به حنا كفنانين لانه هو عز عليه الفن المغربي وتيشجع الفنان المغربي وتيبقى فيه الفنان المغربي. هذا المهرجان اعتقد مهرجان سينما المؤلف هو مهرجان في حد ذاته يعطي هذه الفرصه للالتقاء بين هذه النوعيه من الافلام، وايضا الالتقاء بمجموعه من المخرجين الذين لهم هوس السينما ولكن لا يستطيعون ايضا ترويجها على مستوى عام وعلى مستوى كبير جدا، بالتالي هذه السينما يجب ان تاخذ حقها، يجب ان تاخذ ايضا نصيبها من الانتشار والمشاهده. الجمهور المغربي الان ايضا مطالب ايضا على مستوى المشاهده ان ياخذ حيزا وزمنا لمشاهده هذه النوعيه ومساءله نفسه ومساءله الاخرين حول هذا النوع من الطرح. السينما، سينما المؤلف، ما هي هذه السينما؟ هل تضيف لنا اشياء على مستوى الاحساس والغريزه وعلى مستوى الفكر، ام هي فقط سينما عابره او سينما تجاريه كما نشاهد عامه في مجمل القاعات السينمائيه سواء المغربيه او خارج ارض الوطن؟ مهرجان اليوم اكيد هو تتم لواحد الجهد من اليوم اللي بدا فيه، من اول دوره اللي بدات فيها المهرجان ديال سينما المؤلف اللي هو مهرجان خاص عندنا في المغرب، كيحتفي بكل فيلم كيطرق لموضوع خاص، ماشي بالضروره يكون موضوع تجاري او موضوع الساعه، او يعني ما كاينش واحد الحدود بالنسبه للفيلم ديال المؤلف، دونك يكون فيه فكر مختلف لكل مخرج. دايوغ حنا دائما في هذا الفيستيفال متعودين على التنوع ديال الافلام، وانا نفسي جد متحمسه باش انه نشوف الافلام اللي كاينين في البرمجه ديال هذا المهرجان اللي هي اكيد غنيه بافلام عربيه، افلام مغربيه، وافلام اوروبيه، افلام اجنبيه اللي مختلفه ومتنوعه وجنسيات مختلفه ممكن يستفدوا منها. انا كممثله اكيد كنستفد من انه المشاهده ديال هذه النوعيه ديال الافلام، سورتو افلام سينما المؤلف.